مع لقاء مع كابتن محمد عبد الواحد مدرب فريق وادي دجله. اتفضل امير. بجد التحيه بيك يا كابتن فاروق وبضيوفك وبكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. معايا في هذه اللحظات كابتن محمد عبد الواحد المدرب المساعد لفريق وادي دجله. كابتن محمد برحب بيك في البدايه في على شاشه قناه النادي الاهلي، واكيد مباراه النهارده قويه جدا بالنسبه لكم، استعديتوا للمباراه دي ازاي؟ لا طبعا مباراة قوية جدا، لعب فريق كبير بحجم النادي الاهلي، فريق مرشح للبطولة، عنده مدرب محترم كابتن حسام ولاعيبة كبيرة ولاعيبة منتخب مصر، فأكيد احنا تفكيرنا في المباراة تفكير ان احنا نحاول نطلع بالمباراة اللي بره الامان، بنلعب فريق كبير مش عايزين ندافع هجوم بداية المباراة، مأمنين نص الملعب بشكل كويس، بنلعب ثلاثة في نص الملعب وبنلعب براؤوف وحسام عرفات ومحمد شريف ثلاثة مثلث هجومي قدام، عارفين مفاتيح لعب الاهلي بالنسبه للمباراه عبد الله السعيد ومؤمن زكريا وازارو قدام، فعاملين رقابه كويسه عليهم بدايه من المباراه. اتمنى التوفيق للفريق وادي دجله، في موقف صعب لا يليق باسم النادي، مرنا بكبوه في اول الموسم والحمد لله النتائج دلوقتي بدات تتحسن في اخر مباراتين، كسبنا المقاولين وكسبنا الاسيوطي فنقلونا نقله كويسه في الجدول، عدينا مركزين لكن ما زلنا برده في مركز لا يليق باسم النادي، فده اللي مخلينا في توتر في بعض الاوقات من المباراه ان احنا ما نقديش يعني بصوره كويسه قوي، لكن هيهمنا دلوقتي النتائج. حضرتك كنت متواجد في الجهاز الفني السابق بقياده الكابتن احمد حسام ميدو، ايضا متواجد في الجهاز الفني بقياده الكابتن طارق العشري. البدايه ما كانتش متوقعه بالنسبه لفريق وادي دجله هذا الموسم، الكثير او كل الناس كانوا متوقعين ان وادي دجله هيعمل موسم قوي منذ البدايه، لكن ايه اللي حصل مع بدايه الموسم؟ هزايم، تعادلات، فوز وحيد تقريبا اخر فوزين كانوا هما الثاني والثالث اخر مباراتين، ايه اللي حصل مع بدايه الموسم وازاي قدرتوا تعدلوا الموقف سريعا في اخر مباراتين بالتحديد وتحصدوا 6 نقاط؟ والله الاول انا بحبها يعني بحب عن طريق قناه الاهلي وعن طريق لازم اقول الف شكر للميدو على الفتره اللي قضيتها معاه، وراجل اشتغل وقدم عليه كان في توفيق، ولو بصلنا نتائج الفريق الماتشات الاخيره في 4 ماتشات كان ممكن نبقى كسبانينها، زي ماتش المقاصه جه في جون في الدقيقه 93، ماتش سموحه جون في الدقيقه 90، ماتش النصر جون في الدقيقه 91، بتروجيت كسبت 2-0 واخر 17 دقيقه تعادلنا 2-2، ففقدنا نقط كتير خلت مركزنا مش كويس. اعتقد ان هو كان في سوء توفيق، واعتقد ان احنا كان في بعض اللعيبه ما سافرتش معانا معسكر اليونان، منهم رؤوف ومنهم ماكوسو وطاره ولاعيبه كتيره ما سافروش معانا المعسكر وهلال، ففي كذا لعيب من العناصر الاساسيه ما سافرتش معاه لظروف التجنيد ولظروف ما كناش نقدر نخلص الورق بتاعهم، ففاتهم فتره الاعداد، فاعتقد ان لا يعني اثروا معانا بشكل كبير جدا، وكان في سوتوفي زي ما انا قلت، لكن الحمد لله اخر مباراتين كسبنا، الحمد لله الفرقه اتلمت، اللعيبه بتادي دلوقتي. كلامكم ايه مع اللعيبه اخر مباراتين دول بالتحديد بعد الفتره اللي كانت صعبه بالنسبه لكم مع بدايه الموسم؟ يعني الكابتن طارق يشتغل على العمل النفسي وان انتوا لعيبه كويسه وان احنا النادي انتقل في بدايه الموسم لعيبه كويسه وكل واحد كان نجم في ناديه، ينقصكم التوفيق، كله كان عامل نفسي وعامل ايجابي قدر يشتغل الحته دي كويسه جدا، عملنا معسكر بنعمل معسكرات قبل الماتش ب 48 ساعه وساعات ب 72 ساعه، فقدر يلم الفرقه بجانب ان الحمد لله التوفيق معانا دلوقتي، ربنا كرمنا في اخر ماتشين بجانب ماتش الكاس، ما ننساش ان برده الحمد لله ربنا كرمنا اول ما مسك الكابتن طارق كسبنا المصري وطلعنا المصري من فريق كبير، وكان محقق كان في نهائي الكاس السنه اللي فاتت قصاد النادي الاهلي، فريق بيلعب في افريقيا مع مدرب كويس كابتن حسام حسن، فاعتقد دي كلها ايجابيات الحمد لله رب العالمين في اخر 3 مباريات، رب نستمر على هذا المستوى والاداء ان شاء الله. بالتالي الهدف بقى بالنسبه لكم الموسم ده او طموحكم واصل لحد فين؟ والله مش هقدر اقول لك ان احنا بننافس على المربع بعيد عننا دلوقتي، لكن احنا بنحاول نعدي المرحله اللي احنا فيها، مرحله صعبه، احنا في مركز ال 14 عندنا 14 نقطه، مركز لا يليق باسم النادي، لكن بناخد مرحله، عاوزين نفنش الدور الاولاني باقصى عدد من النقاط عشان يدينا دفعه كويسه للدور الثاني، عندنا 3 مباريات منهم مباراه الاهلي وبعد كده انتاج وبعد كده داخليه، عاوزين نحقق اكبر عدد من النقاط عشان ينقلوك نقله كويسه في الجدول. ان شاء الله كابتن محمد يوسف المباراه الجايه بقى مش مباراه النهارده ان شاء الله. ده طبعا كان لقائنا مع كابتن محمد عبد الواحد المدرب المساعد لفريق وادي دجله. خليني اقول لك يا كابتن فاروق ان في هذه اللحظات فريق وادي دجله نزل ارضيه الملعب عشان يقوم بعمليات الاحماء، ايضا بعض لاعبي النادي الاهلي اللي مستبعدين من القائمه سواء بكماني، احمد حمودي، كريم نيدفيد بيعملوا بعض التدريبات الخاصه بيهم، خصوصا ان هم كده النهارده مش هيشاركوا في المباراه اطلاقا، فبالتالي اكيد كان ليهم تدريبات تحت اشراف كابتن محمد ابو العيله طبعا
اخصائي الاحمال بالنادي الاهلي، ايضا نزل لارض الملعب كل محمد الشناوي واحمد عادل عشان يجهزوا لهذه المباراه وبعض التدريبات الاحمائيه التي تسبق هذه المباراه، وايضا خلال دقائق هينزل لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله عشان يجروا عمليات الاحماء ويستعدوا لهذه المباراه الهامه اللي اكيد نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي ويقدر ان شاء الله يحقق 3 نقاط غاليه جدا في مشواره في بطوله الدوري. عوده لك يا كابتن فاروق.